واما واحد المخلوق موجود في فرنسا فهمتيني ولا لا، مشى كيشتم في الفلسطينيين وتيقول هادو ماشي حيوانات، يعني ادنى من. انا اول فكره جاتني هي انه يمكن هاد الناس هادو يتقارنوا بالحيوانات، ولكن خصهم يتقارنوا بالاسود والنمور والحيوانات الشجاعه والقويه، ولكن انت مجرد كلب، ان شيان دو كومباني، ماشي تا كلب ديال الحراسه، سي ان شيان دو كومباني دو سالون، هذاك الطاهر بن جلون والعياذ بالله يقول هذا الشيء هذا على 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 الناس. بغيتي قاعد تنتقدهم، انتقدهم في حدود السياسة. الناس يموتون في سبيل الله. دو كوا تو بارل السي بن جلون؟ هذا الشيء اللي كتقول انت يا ما داروش الفلسطينيين 30 عام هذه يعني تفاهموا مع اليهود وما نعرف شنو ولاو كيديروا في الاخر، ولاو تيقبطوا الفلسطينيين وتيسلموهم اليهود، وبالمقابل الشيطان غادي كيتزايدوا الاعتداء على المقدسات والمسجد الاقصى في خطر، والقتل ديال الرجال والنساء والاهانه ديال الاعراض. ملي تهين العربي في العرض ديالو وفي الدين ديالو وفي المقدسات ديالو، شنو بقى الدنيا بابها القيمه ديالها كاع؟ التاريخ ديالنا، شي واحد من 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 ذاك المغول يعني قدر على احد من ملوك المسلمين في ذاك الوقت، دي واحد الحادثه معروفه، وشرط عليه يتنازلوا على المدن وهذا الى اخره. الملك هذاك الملك قبل قال له تزوجني بنتك، قال له هذه لا، بقى ذاك الملك غير شد في راسه، قال واه هذا، لانه العربي العرض ديالو واخا ذاك قال له تزوجني، العرض ديالو بالنسبه اليه يعني لا حياه بعد ضياع العرض. وانت انت يا الويل حاشا السامعين، انت ويل. والبارح بالمناسبة لقيت واحد المقالة كتبها واحد السيد سميتو، خصني نقول لكم سميتو، انت لله الى عرفت، مختار بالفرنسية، مختار الشاوي. برد لي الخاطر ديالي، الله يجعل مأواه الجنة. هذاك المقالة ما نعرفش هذا السيد، عمرني ما عرفته، وشحال فرحت. هذا ولد، هذا ابن الأمة العربية والإسلامية، وأنا متأكد أنه ابن مدارسها. التعليم اللي جالسين كيصبكوا فيه وحنايا تابعينهم بحال اللي تيقولوا تابع الجلالة بالنفخ، التعليم ديالنا مزيان، خصو إصلاحات معقول، ولكن كيضربوا في التعليم ديالنا باش يستبدلوه بالتعليم ديال البعثات اللي كتخرج لينا بحال هذا الطاهر بن جلون. وين كان كنظن هذا ما قاريش كاع في شي بعثه، هذا قاري غير في بعثه الطمع والمال وما عندوش حتى الشجاعه. النهار اللي كان المغرب غيلعب مع فرنسا قالوا له شكون اللي غادي يربح؟ قال لهم كلنا بجوجنا غنربحوا. قالت له هذيك الصحفيه الفرنسيه، قالت له هذا الشيء اللي كتقول ماشي معقول، انتين ولا هذاك حاشاك ويل، انتين ولا ما عمرني احترمته. وداك الشيء اللي كنسمع عليه حتى في تسيير شؤوني بيتيه يعني لا 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 يعني لا يشرفني ان يكون هذاك مغربي بحالي انتي، ولكن ما كنتش كنظن غيوصل لهذه الدرجه هذه. اما وقد وصل فقد اقام على نفسه الحجه في الدنيا وعند الله. حتى يمشي عند الله عاد يشوف داك الكلام شنو هي النتيجه ديالو. هادو السي بن جلون، اذا كنت انت باقي فيك شي ذره ديال الايمان، هادو أولياء الله، هادو أولياء الله، وتقاتلوا وهم وكل واحد منهم يتنافس في أن يكون شهيدا، ويعتبر نفسه سعيدا إن مات شهيدا. والله سبحانه وتعالى فذاك النهار كتب لهم نصرا مؤزرا لم يكونوا يحلمون به. ولا بغيتي تقول بلي وقعت يعني تجاوزات ولا هذا شيء عادي، ما كاينش حروب بدون تجاوزات، ما كاينش حروب بدون ومع ذلك اليهود كذابين، كذبوا على بايدن وكذبوا على وسائل الاعلام، وخرج بايدن خرج
كيعتذر كيقول كذبوا كذبوا عليا وتيقتهم. ولكن كيخصكم تعرفوا باللي اللي في السياسه ملي تكذبوا تدوز الكذبه واخا تعتذر عليها راه داك الشيء كيعمل الاثار ديالو. ولهذا الان هذاك الغربيين عماهم الله. وانا انادي كاين فيهم ناس معقلين، كاين فيهم يهود تيقولوا لهم ما ديروش هذا الشيء بسبيتنا. واش تمنع على ام الماء تمنع عليها الطعام، تمنع عليها الكهرباء، تخلي الناس تهدد بالقصف في المستشفيات؟ ما مقصوش المستشفيات الان ياك. لا كاين كاين اللي القدس، مستشفى القدس انت وانت ما تزال تناصرهم والغرب ما يزال يناصرهم.